مباراة الترجي الرياضي التونسي واتحاد بنقردين هي الثانية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الترجي الرياضي لمواصلة سلسلة الانتصارات وتجديد الملاحقة على النجم الساحلي ونادي الصفاقسي، واتحاد بنقردين اللي ما يعرفش في الأربع مقابلات الأخيرة طعم الفوز إلى جانب عدم استقرار على المستوى الإداري بعد استقالة رئيس الفريق جديد العرف وعقوبة المدرب سفيان الحدوسي بستة مباريات إثر مباراة النجم الساحلي واتحاد بنقردين. اللي نعرفه أنا دخلت للميدان وقت اللي الحكم وقف المباراة، دخلت نجمة في الملعبية لقيته يحكي بلغة لا علينا، جاوبته عليها اللغة اللي هو يحكي بها، أنا جاوبته عليها. تعقب ستة ماتشوات وين احترم القانون ستة ماتشوات، أما نحب نراه هو قداش باش يتعاقب. دقيقة صمت ترحما على روح محسن بالطيب مندوب الرابطة بعد يعطي وسيم بن صالح شرط انطلاقة المباراة اللي يدخلها الترجي بقوة. عملية تنطلق من خليل شمام لدريس المحيرسي اللي حضر في طبق لسعد بقير، كنترول ممتاز، تصويبة قوية على يسار الحارس محمد علي سويدي يعطي واحد بليش في خمسة دقائق لعب. الترجي عبر عن نوايا الهجومية أكثر بعد الهدف بالضغط على دفاع اتحاد بنقردين سواء من دريس المحيرسي وطه ياسين خنيسي أو فخر الدين بن يوسف بتوغلاته من الرواق الأيمن. رد الضيوف كان عبر الهجومات المعاكسة، شهاب الزغلامي في العملية يخرج راس مع بن شريفية وهدف التعديل يذيع. هدف يذيع الاتحاد بنقردين يقابله تمريرة ممتازة بالقدم من فخر الدين بن يوسف لطه ياسين خنيسي يخرج كرة في طبق لسعد بقير أمام شباك خالية يضاعف نتيجة للترجي في 26 دقيقة لعب. هدف هو السادس لسعد بقير مع الترجي الرياضي. محاولات اتحاد بنقردين ما شكلتش اختار على مرمى بن شريفية باستثناء العملية اللي يصنعها توفيق الشيبي في مناطق جزاء الترجي وطالب على إثرها بضربة جزاء وسيم بن صالح يواصل اللعب. ثم عملية ثانية يقودها إسماعيل مبانك يصوب خارج إطار بن شريفية. آخر عملية في الشوط الأول كانت للترجي، فخر الدين بن يوسف يمرر في ظهر المدافعين للمحيرسي وفرصة الهدف الثالث تضيع على أبناء عمار السويح. الفترة الثانية ينزل فيها الضيوف بقوة، شهاب الزغلامي بمفرده يعمل كل شيء في دفاع الترجي وبتصويبة قوية يغالط معز بن شريفية في 51 دقيقة لعب. بعد الهدف اتحاد بنقردين يصبح أخطر بدخول الجيلاني عبد السلام اللي بعد مجهود فيه برشا فنيات من إبراهيم فوفانا يضيع إمكانية التعديل على فريقه. عمار السويح بعد العملية يقوم بتغييرات بإدخال غيلان الشعلاني وآدم رجيبي لأعطاء نفس هجومي أكثر الترجي. عملية ثنائية بين الخميسي والشعلالي وتصويبته دون عنوان، ثم تمريرة من غيلان الشعلاني في اتجاه آدم رجيبي بتصويبة قوية اختير على مرمى محمد علي السويدي. آخر فرصة في اللقاء كانت الترجي، غيلان الشعلاني من جديد يمرر آدم رجيبي، كنترول ممتاز يرفع الكرة بالحارس محمد علي السويدي وهدف ثالث يذيع. لكن ما يذيعش مع الانتصار رقم 15 للترجي. في المقابل اتحاد بنقردين يواصل نزيف النقاط وينقاد للهزيمة الثامنة منذ انطلاقة الموسم. الشوط الأول كنا نجم نسجل أكثر من هدفين، حتى قبل معناها الصافرة متاع الحكم النهائية متاع الشوط الأول كانت عندنا فرصة واضحة قبلها على مستوى معناها نهاء الهجمة، الفرصة الأخيرة في نهاية المباراة كانت موجودة، الفرص موجودة لكن ما جسمناش، لكن هذا ما يمنعش 2-0 معناها نتيجة المفروض تكون مطمنة أكثر وتخلينا تكون حافز باش نلعب على إمكانياتنا ونزيد نسجل معناها أهداف. تربح 2-0 وتخمم سماكي ثالث ورابع تسهل عليك المقابلة، تو وقتها معناتها حتى تبدأ أنت معناتها في المومون فيبل في البارتية حتى الكرة تمشي معك. أنت كي تتمالك على الكرة ما تعطيهاش حقها، الناس كل معناتها في الدويل تدخل كيما دخلت بروميير ميتون لازمك تدخل دوزيام ميتون. قبلنا هدفك شفت معناتها الناس كل معناتها تكبلت، الناس كل ولات تتخمم كان لا قدر الله ناكلو بونتو ثاني تصعب علينا المقابلة. إيفيكتيفمون معناتها أنا فرحان بالنسبة للريزلتا هذه باش تفيقنا على برشا حاجات. كي تلعب ضد ليسبيرونس الكلوب ليتوال تجيك فرصتين ثلاثة، حتى البداية المباراة ضد نجم الرياضي الساحلي زاد جاولة دو كونتر ما عرفناش نستغلوهم. اليوم زاد كيف كيف ما عرفناش نستغلوهم سجلنا هدف. على كل حال أهم حاجة المردود واللي يهموني أكثر ما نكذبش عليك المباراة الجاية. الانتصار الخامس على التوالي للترجي الرياضي التونسي ونقطة فقط في أربع مباريات دون فوز لاتحاد بنقردين. وسفيان الحدوسي يظهر لي أيضا لخص كل شيء، قالك اللي يهمني هما المباريات الجايين. سي محمود ثلاثة تدخلات ثلاثة تلخصوا المقابلة هو وحيد الحدوسي نبدأ به سفيان الحدوسي بالمناسبة تحية لوحيد الحدوسي. دونك التصريح نتاع سفيان يوضح كل شيء اللي هو راو المنافسين نتاعو الاولانيين قبل كل شيء هما اللي يلعبوا من في اخر وسط التابلو. التصريح الثاني هو نتاع بن شريفية. بن شريفية قال اللي قالها هو
اللي يتمنيك على الكرة راي بعد الكرة متعرفش عليها راي دورة نجم تقلب عليك في كل وقت، وهذا هو اللي صار في المقابلة. والتصريح متاع سويح خونا سويح عمار قال أسوأ شوط ثاني عملناه منذ بداية من اللي خذا الفريق الترجي الرياضي التونسي. هذا الكل يلخص علاش كان زاد استحقاق اتحاد بن قردان. من الأول ساعة ما فماش اتحاد بن قردان ماهيش موجود. علاش؟ على خاطر وكأني أنا تفرجت برشا في مقابلات اتحاد بن قردان، أول مرة سفيان الحدوث يستعمل ثلاثة لاعبين في محور الدفاع، ثلاثة، فادي الهميزي على اليسار وفادي العرفاوي على اليمين. في الشوط الثاني وقت اللي الترجي ترى وكأنه اللاعبين ما عندهمش نسق مع بعضهم، الترجي رقى المساحات ورقى كيفاش يدخل، شفنا كيفاش الأهداف تسجلت، ما فماش ضغط وما فماش بريسيون على حامل الكرة. في الشوط الثاني الكلام نتاع بن شريفية تخلى لاعبي الترجي الرياضي التونسي دخلوا كأنهم ربحوا المقابلة وانتهى، لكن زاد صارت حاجة أخرى اللي ضغط ولا عالي من طرف لاعبي الاتحاد بن قردان، لاعبين ولاو يلعبوا في الشطر الثاني خاطر ما عاد عندهم ما يخسروا، الترجي لقى عدة مشاكل في إخراج الكرة ولا يلعب في الكرة الطويلة والكرة الطويلة في الكرة الثانية. علاش؟ على خاطر فما خمسة لاعبين في وسط الميدان بالنسبة للاتحاد بن قردان، خمسة لاعبين اللي هما اللاعب مهدي الورتاني وجاكوب، معاهم فادي العرفاوي وفادي الهميزي وزيدهم اللاعب الشهيبي. الخمسه لاعبين هذوما لاعبي الترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان ما رقاوش المساحات باش ينجموا يتغلبوا عليهم، وهذا هو اللي صار بالنسبه للمقابله هذه. واضح سي محمود. سليم، ثلاث لقطات في المقابله هذه. عندنا لقطه الهدف الثاني نتاع الترجي الرياضي، شوفوا كيفاش هجوم، شوفوا كيفاش هجوم الهجوم للترجي، معناتها يوسف باش يعطي الكره للخنيسي، الخنيسي باش يسدد البقير. الحقيقه لهنا الصوره معناتها مش موجوده، معناتها وقت اللي خنيسي باش يعطي الكره للبقير، معناتها في اقصى الصوره البقير تو ظهر، باش نقول لك تسلل مش تسلل، معناتها الصوره ماهيش واضحه، جوست حبيت نعديها باش الناس تشوفوا كهو. هذه اللقطه الاولى. اللقطه الثانيه مطالبه ضرب جزاء من قردان، معناتها يدز الكره المشاني. الحقيقه ما ريش حسب الصوره ما ريش معناتها دفع ولا عرق ولا مخالفه، معناتها حسب اعتقادي لا وجود لمخالفه ولا وجود لضرب جزاء في اللقطه هذه. اللقطه الثالثه والاخيره هي معناتها مخالفه، لان مخالفه موجوده وخليل شمام شوف في طريق مفتوح معناتها المرمى، كان حكم معناتها يسيب لافونتاج في اللقطه هذه، معناتها المخالفه صحيح موجوده، ونشوف كيفاش خليل معناتها باش ياخذ الكره باش يمشي في اتجاه المرمى معناتها، وكان على الحكم معناتها تريث ويسيب لافونتاج في اللقطه هذه. هذا ايش عندي في المقابله هذه. يعطيك الصحه سليم، هكا نقولوا كملنا مع المباريات. النتائج كامله، الملعب التونسي نادي البنزرتي هدف مقابل صفر.